سلامات يا جماعة، نكمل دروسنا. أخذنا نحن بالنسبة للفونكس أخذنا شورت إي، اليوم رح ناخد لونج إي. مثل ما أخذنا شورت إي لونج إي، لاحظوا عم بيقولوا لنا لونج إي لما بتجي بهالحالات بتلتفظ إي مثل ما هي إي، ما التفظناها شورت، ما لفظناها شورت مثل بيت أو فيل أو ميت، لا بتجي مثل ما هي إي. عنا هدول الحالات لما بكونوا دبل اي، دبل اي يعني اثنين اي جنب بعض، اي اي او اي كونسونانت اي، اي ساكن اي في حرف ساكن بيناتهم، او اي واي او اي اي او اي لحاله. اي لحاله هي لها حالات خاصه شوي. عندنا دبل اي، لوك ميت سيد، كأنه عم نقول إي، ما قلنا مت أو بيد أو فيل أو بيت، لا ميت سيد. لما منشوف إي إي كمان تلتفز إي، تيم، لاحظوا إي إي لفظناها إي، تيم بين، تيم بيم. لما عنا إي ساكن إي، E consonant E مثل these، ما مننسى انه هون الـ TH لتفظت they، these Steve، Steve اسم، لاحظوا E ساكن E، E ساكن E أو E consonant E، these Steve. بعدين عنا E Y، عنا key monkey، key monkey. بعدين بيجي عنا I-E، I-E brief peace، brief peace، I-E I-E لتفظت E. بعدين الحالة الأخيرة E، قلنا هي إلى حالات خاصة. لاحظوا معظم الكلمات، معظم الكلمات بالإنجليش لما بيجي بآخرة E ما بتلتفظ، بس كم كلمة هون عنا we he، أخذنا هون personal pronouns we e. for example بعطيكم كلمة مثلا make take، لاحظوا ال e اجت بالأخير ما بتلفز، هاي مع راحت مع قاعدة ال a، لذلك عنا we e. هدول كيفنا نحفظ الشواذ من القاعدة مثل وي وهي، هاي مع التكرار مع التجربة شوي شوي بتعرفوها. راح أرجع عيد الكلمات: meet seed، team bean، this Steve، key monkey، brief peace، we he. راح أترجم لكم الكلمات مشان يصير عنا زيادة مخزونة من الكلمات حتى تكوين الجمل. ميت يقابل، ميت يقابل. سيد هي عبارة عن بذرة، بذور، بدنا نزرع شيء ناخد بذور، بذرة سيد. تيم فريق، فوتبول تيم، فريق الفوتبول. بين هاي نوع من أنواع الحبوب، بازلاء كلياتنا بنعرفها. ذيس نعرفها أخذناها قبل، هؤلاء أو أداة إشارة، خليني أقول أداة إشارة للإسم المفرد. أداة إشارة للإسم الجمع، عفوا للجمع، القريب these. ستيف اسم، اسم شخص ستيف. كي مفتاح، I lost my key، ضيعت مفتاحي for example. monkey قرد. brief باختصار، باختصار
فينا مثلا نكون عم نحكي شيء بقول in brief باختصار. piece قطعة. I took a piece of bread. أخذت قطعة خبز. We منعرفه نحن. He هو. Make يجعل و take يأخذ. إذا بتحبوا كمان معليش بترجمة. Make يجعل take يأخذ. لآخر مرة بعيدهم. Meet, seed, team, bean, these, Steve, key, monkey, brief, peace, we, he. حاطت لكم بس مقارنة بسيطة بين short e, long e. لاحظوا pet هدول short, pet, fill, met. Pet, peat, fill, feel, met, meet. لاحظوا الفرق بين short a, long a. معظم short a بتجي بهالحالة انه يكون ساكن بالنص a وبعدين ساكن. معظم الحالات بتجي هي. Pet الحيوان المنزلي يعني اللي بيتربى بالمنزل، مثلا ممكن نقول الكلب، القطة، العصفور، هدول اللي بيسموهم pets الحيوانات المنزلية. Pete هو اسم. Phil سقط. Feel يشعر. met meet. met الحاضر، meet الحاضر يقابل. met الماضي نفسه، meet لما نحولها للماضي بس منشيل e بتصير 1e. الحاضر دبل e، الماضي 1e قابل. لاخر مره دعيدون. pet peet fell feel met meet. وإن شاء الله يكون الدرس سهل عليكم، وبشوفكم إن شاء الله بالدرس القادم.